خط الوسط. ولا تنسى عزيزي المشاهد قيمة يزيد قيسي ولا محمد السيد. هنا باسم عباس العراقي بديل تكتيكي مهم، نزل كلاعب خط وسط ثم أصبح ظهير أيسر قادم من العربي. توكل. هذا هو سبب عادة عن قطر. أبعدك عن قطر؟ أي. هو سبب عدم دخول قطر وال يعني دقول منع انه ما دخل قطر بوقتها. اها اي. وفسخ عقد فسخه عقده مع ام صلال او 300 الف دولار لحد هذه اللحظه انا مو ماخذها بسبب هذا الفيديو. شنو العلم العراقي؟ السبب الرئيسي هو العلم العراقي. كان اكو برازيل امامي اخذ العلم العراقي البرازيل وصعد. فاني تعرف كل انجاز او كل مناسبه انه واحد يفتخر ببلده أكيد. خاصه اذا كان بغربه. فاخذت العلم العراقي وخليته على كتف انه اصعد افتخر امثل العراق. فرفضوا الحمايه انه اصعد بالعلم. شفتنا اشرت على الحمايه تمام. ف صعدت للشيخ طبعا بالمناسبه يعني. شنو المناسبه هنا كانت؟ اخذنا الكاس كاس حلو. الامير حلو. أم صلال والغرفة كانت المباراة وأخذنا كأس أم صلال. ف يعني حتى بدون أخلاقيات بصراحة يعني كان أكو تجاوز من قبل الحماية. فأخذوا العلم وجروني نزلوني يعني تقريبا بايتين. فصعدت غضبان ويعني مهضوم صراحة أنه أنا بغربة وتعاملون بهالطريقة، ليش بس العراقي يتعاملون بهالطريقة. فصعدت سلمت على الشيخ فقلت له انه انا عراقي والاشخاص اللي وياكم ما احترموا. قال منو؟ فاشرت له انه على اشخاص انه انا عراقي على مود العلم. فضربنا على يعني على كتفي. قال يعني انا اخذ لك بحقك او هالشيء. حلو. فطلعت قبل اوصل البيت كان اكو اتصال من شيخ فيصل اللي هو رئيس نادي ام صلال. حلو. قال الامير زعل وانت خلاص خارج اسوار نادي ام صلال وتغادر قطر فورا. فقلت له السبب. قال على مود انه شكوى وكذا ما احترمت. فقلت له انا محترم بس انتم ما احترمتوا اسمي ولا اسم العراق. فقال خلاص سكر التليفون. فبصراحه انا اضطريت انه اخذ اغراضي وكذا وسافرت رجعت فورا. اي رجعت دقوني منع. فهذا موضوع طبعا انا حكيت بعده شاشات تلفزيونيه لكن ما شفت المردود الايجابي بصراحه. والمردود كان سلبي. انا تفاجئت انه لا تحكي انه علاقتنا بقطر زينه. كان رئيس الاتحاد بوقتها حتى اتصل علي قال علاقتنا بقطر زينه فلا تتكلم بهاي المواضيع. فبعدين استفسرت الموضوع طلعت المعسكرات والمباريات كلها مجانيه بقطر تمام للمنتخب العراقي. فهذا الموضوع يعني.